عمري 60 سنة، عشت كل شيء. عشت أول حرب تبع 75، حربت ونضلت، وكان في وقت أنا بدي موت كرمال بلدي. جبت أولادي ربيتهم على هالأساس، مع أنه ربيتهم. أنت شو عندك أولادي أرسل؟ عندي 3 بنات بدون ما عنا أحزاب بالبيت، يعني أنا كنت حزبية، جوزت راشد نوتر ما بينتمي ولا لحزب، واتفقنا أنه نربي أولادنا بدون ميول حزبية. أوكي. بس بحبهم للوطن. ما شبعت منهم، تخرجوا وهجروا. وإجا وقت يقولوا لي نحن منكره لبنان، نحن منكره لبنان، بوقت أنا كان بدي موت كرمال لبنان. وكل هالوقت وبقول ليش الشعب نايم، ليش الشعب مبنج، ليه ما عم تحكوا أقل حقوق عنا، حقوق يعني مثل الكلاب عايشين، مي، كهرباء، أكل، هول أقل شيء الحيوان مأمنين له، نحن مش مأمنين لنا. يعني من هون ما بعرف ليه بعضهم النسوان والأمات قاعدين بالبيوت، مش عم نحكي بقى ما بقى عم بيطلبوا كهرباء، ما عم بيطلبوا علاج. في أم عم بتصرخ مبارح سرقوا بس طعمونا، سرقوا بس طعمونا. ولو لهالمستوى بده يوصل لبنان، لبنان لؤلؤة الشرق، أنا بدي أسمع بنتي عم بتقلي أنا بكره لبنان؟ ليش؟ لأنه أنا الأم اللبنانية يلي صمدت، أنا أم المخطوف، أنا أم الشهيد، أنا اللي نمت بالخيام، اللي ترجيت لبست 100 إجر تجيبولي جثة ابني. نحن عشناه ما حدا عاشه، صمدناه ما حدا صمده، خبزنا عصاج، عشنا بلا كهرباء، بلا بنزين، بلا أكل، بلا مي، تنورتكن بلد صالح. شو ورتناكن؟ ورتناكن شي عم نستحي نقول إنه ورتناكن إيه.